المستحيل ممكن تكون كلمة أو فعل أو موقف أو تحدي، والقهر المستحيل هيحتاج رجال من نوعية خاصة جدا. إيه الملف المستحيل اللي حققه السيسي وخلاه ممكن وبيتحقق على أرض الواقع، وإزاي عملها السيسي وحط الدولة على طريق الكبار؟ تعالوا نشوف القصة من أولها. بانكير، نبض البنوك. السيسي وده معروف مسك شبه الدولة، وهي على بعد خطوة من السقوط. إرهاب في كل حتة، ومش أي إرهاب، دي ميليشيات مسلحة زرعها نظام باع وطنه وباع أسراره، وعرض أمنه القومي لخطر غير مسبوق بخلاف اقتصاد واقف والحالة الاقتصادية اللي أوشكت على الإفلاس، وقوات مسلحة تحملت أصعب الظروف لإخراج البلد لبر الأمان، وظلام وكهرباء بتيجي ساعات قليلة في اليوم، وعيشة محدش كان يتخيلها ولا يتصور حد إن في شخص ممكن تخرجها من اللي هي فيه. لكن القدر كان رحيم بمصر وسخر ليها شخصية استثنائية، وكان المشير عبد الفتاح السيسي اللي قرر يتحمل المسؤولية. بدأ عهد جديد، البداية كانت من مواجهة الإرهاب وتطهير سيناء وباقي المحافظات من المرتزقة، ودفعت مصر ثمن غالي من دم ولادها غير التكلفة المادية، وقدر السيسي يرجع الأمان للشوارع والبيوت. ودي كانت أول خطوة علشان يبدأ في بناء البلد من أول وجديد، لأن مفيش تنمية مع إرهاب وخراب وتفجيرات، لأن محدش هيجي يستثمر في سوق خطر بلغة الاقتصاد والاستثمار. ضربة البداية كانت مشروع قومي يتلم حواليه المصريين، وكان مشروع قناة السويس الجديدة اللي العالم كله كان منبهر بيه ومنبهر بالمصريين اللي سطروا ملحمة في البنوك وهم بيشتروا شهادات القناة، وفي ظرف ساعات دفعوا أكتر من 60 مليار جنيه وشق المصريين القناة في وقت قياسي خلال سنة واحدة، ودي كانت معجزة. بعدها بدأت المشروعات العملاقة لوضع مصر على الطريق الصحيح، شفنا كل شبر في البلد بيتعمل فيه شغل من طرق وكباري، وبدل النقص في انتاج الكهرباء بقى عندنا فائض، واستصلاح ملايين الافدنه والمشروعات الصناعيه والمواني وخطوط التجاره الدوليه وفي كل القطاعات. وانطلقت مصر لأول مرة بتاريخها بالسرعة دي، وحققت أعلى معدلات نمو في العالم، وزاد الاحتياطي والبلد اتنفست وبقى عندها ملامح اقتصاد عالمي. السيسي كان عارف انك عشان تبني دولة حقيقية يبقى لازم يكون عندك اقتصاد حقيقي، وده كان الملف الأصعب وشبه المستحيل، لكن ورغم كل الظروف نجحت الدولة في عبور اليأس، وحتى بعد الأزمات الدولية الأخيرة قدرت مصر باقتصادها الجديد انها تواجه بقوة، وعدت الأزمات الاقتصادية الصعبة وانطلقت بدروس جديدة من الأزمة خلتها تعدل خططها وتصحح مسارها وتتعلم من أخطائها. بدأت رحلة التصنيع الواسع والزراعة والمشروعات العالمية على أرضها، وقدر ينوع اقتصاد البلد ويخطط القضاء على أهم أزمة في تاريخ مصر وهي أزمة الدولار، ويتجنب اللي حصل بعد ما بنى دولة كلفت تريليونات الجنيهات بألاف المشروعات عشان المواطن يعيش حياة كريمة. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.